مراد كانت ليلة حلوة كتير. بتشكرك من قلبي. انت معصب مني ما؟ مراد سامحني، معلش تقدر وضعي شوي. فتون، انت شو ما عملتي ما بزعل منك. بخاطرك. الله معك. ألو رفيف، لازم شوفك ونحكي. ايه منحكي، بس خير قلي شو القصة؟ أهلي هون وما فيني أتركن وأطلع. بتعرفي منيح بشو بدنا نحكي. بكذبة الحمل تبعك. انت شو عم تقول وتخبص؟ ما عم بفهم شو عم تقول. انت فهمانتيني منيح رفيف، لاقيلي عالشط. أمي، أنا لازم أطلع فوراً. لوين راحة بهالوقت؟ بابا رفيقتي إليم ما غيرها اتصلت فيني هلأ، لأنه متضايقة متخانقة هي وزوجها وتركت له البيت. لازم روح وشوفها فوراً. طيب بنتي، بس ما تتأخري. طيب ماشي. شو بدي أقول لك نورهان، جوزي ليش ما عم يجي؟ على الأغلب هو ما عم يجي لأنه نحن قاعدين هون. شو هالزواج هاد؟ أنا ماني قدران أفهم شي. أنا كمان ماني فهماني، بكرة منفهم.